حفيدي كان عنده تمزق عضلي خصو على الاقل على الاقل 4 ديال الاسابيع. حفيدي راه رجع دابا راه لعب في المقابله ديال فريق الوداد الرياضي ما خرجش شي مصاب للتوضيح. فما بين استشاره ما بين الطاقم الطبي والتقني ارتأى بان الطاقم التقني يلعبوا واحد الفتره اكثر من هذا الشيء. شتي من بعد المقابله ديال فريق الوداد دينا الحفيدي باش نكونوا متاكدين ما عنده حتى شي اصابه. صالحي راه كان تصاب اصابه خطيره راه كان تقريبا 6 شهور ومن بعد ديك الاصابه راه كانت تهرس في الانف ديالو 4 ديال الاسابيع. الهاشمي راه ما عنده اوكين بليسور. انا قريت شخصيا في بعض الصحف بان السن راه مصاب او راه لعب راك شتي لعب في المقابله ديال البارح. فاحنا حنا كنستغربوا كذلك حنا كنستغربوا كرئيس الجهه الطبيه وكالطاقم الطبي اللي كيدير واحد العمل كبير في النادي كنسالوا علاش الناس كيبداو لا هذا راه باقي مازال ما رجعش علاش قالوا شي راه كانت استشاره ما بين الطاقم الطبي والتقني للخلود للراحه باش يقدر يكون طريب ضد وفاق الصيف. السليماني المشكل ديالو كاين بعض الاصابات اللي كيرجعوا وكاين بعض الاصابات اللي كيماشي حتى في نص لوندروا لا بليسيو كتهز من بلاصه لبلاصه. وتقنية بان الطاقم الطبي راه كيقوم بواحد العمل كبير وكبير وكبير. دونك المشكل الطبي راه ما مطروحش في نادي الرجاء الرياضي.